الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية، أقدم في هذا المقطع السريع بإذن الله ما يسمى بالتضخم وأشكاله. هناك ثلاث أشكال من التضخم سأبينها من خلال نموذج ما يسمى بالأجريجيت ديماند، اللي هو الطلب الكلي والعرض الكلي أجريجيت سبلاي، وكيف تتفاعل هذه المنحنيات منحنى الأجريجيت ديماند أجريجيت سبلاي مع بعضها بعضا حتى تبين الصورة البيانية للتضخم. هناك ثلاث أشكال من التضخم. الشكل الأول يسمى باللغة الإنجليزية demand pull inflation، أو باللغة العربية يسمى التضخم بسبب زيادة الطلب الكلي. النوع الثاني اللي هو cost push inflation، التضخم بسبب زيادة التكاليف. وهنا طبعا المقصود بالتكاليف التكاليف الكلية على المستوى الاقتصاد الكلي، وليس تكاليف منشأة واحدة. وعندي التضخم حسب تصور عالم الاقتصاد المعروف جون كينز، سأشرح كل واحد على عجالة حتى نبين يعني هذه الأشكال تبعا بإذن الله وعلى بركة الله. أبدأ بالديماند بول انفليشن، بعد إذنكم خليني أمحى اللوح ونضع. الآن سأستخدم رسم بياني يبين هذا الشكل من أشكال التضخم. عند الآن هذا الدخل الحقيقي هنا أو الإنتاج الحقيقي، مستوى الأسعار، في عندي ما يسمى بالأجريت ديماند اللي هو الطلب الكلي، لكن دعنا نتصور بأنه عند مستوى معين AD1، وهذا الأجريت سبلاي أو العرض الكلي عند مستوى ثبتنا. الآن نفترض بأنه يعني مع بقاء العوامل المؤثرة الأخرى ثابتة فقط لا غير، يتقاطع منحنى الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلي لنفترض عند هذه النقطة، فأنتجت هذه الكمية من يعني الآن الدخل التوازني مع مستوى الأسعار التوازنية. تذكرون أحبتي متساوية الدخل Y تساوي C plus I plus G plus X minus M. هذا هو الإنفاق الاستهلاكي، هذا الإنفاق الاستثماري، هذا الإنفاق الحكومي العام، وهنا صافي القطاع السلعي الخارجي، الصادرات مطروح منها المستوردات. فلنفترض بأن أحد هذه المكونات أو مجموعة منها أو كلها تأثرت، بمعنى آخر زاد الإنفاق الاستهلاكي أو زاد الإنفاق الاستثماري أو كلاهما، أو زاد نفقات الحكومة وهنا لنفترض بأن الميزان التجاري موجب وزاد. ما يعني بهذه الحالة أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي ستؤثر على الطلب الكلي إيجابا، وزيادة الاستثمار كذلك الأمر، يعني زيادة شراء المعدات خطوط الإنتاج والمعدات الرأسمالية كذلك الأمر إذا زادت الحكومة نفقاتها، وبالتالي أي زيادة بهذه المكونات جزئيا أو كليا يؤدي إلى إزاحة تامة في منحنى الطلب الكلي. لنفترض من الموقع AD1 إلى AD2، ما نلاحظ الآن نقطة التقاطع الجديدة حدثت هنا لنفترض، أي بمعنى آخر زاد الإنتاج من Y1 إلى Y2 star، لكن بالوقت ذاته الذي حدث خليني بعد إذنكم أمحى هنا حتى تكون الصورة كاملة وواضح لكم جميعا. فأرجع الآن هنا P1 star اللي هي مستوى الأسعار التوازن الأول، انتقلت الأسعار إلى الأعلى، بمعنى آخر حدث عندي من P1 إلى P2 star. هذه الظاهرة رغم أنه زاد الإنتاج من Y1 star إلى Y2 star، إلا أن هناك فرق الآن، P2 star ناقص أو سالب، يعني P1 star هذه الدلتا
واي عفوا دلتا بي دلتا بي دلتا بي تساوي وهي اكبر من صفر، ما يعني انه الاسعار ارتفعت. هذه الظاهره مع بقاء العوامل المؤثره بالعرض الكلي ثابته، هذه الظاهره تسمى تضخم بسبب زياده التكاليف عفوا زياده الطلب الكلي. الظاهره الثانيه، ظاهره التضخم الثانيه، هي زياده التكاليف الكليه. الان راح امحى هذا الكلام اللي انتهيت منه وارجع ارسم رسم بياني اخر. سنثبت الاجريجيت ديماند او الطلب الكلي ونغير العرض الكلي، لكن نتيجه لاسباب موضوعيه. لنفترض الان بان عندي هون الدخل الحقيقي او الانتاج الحقيقي، هذا مستوى الاسعار، هاي الان الاجريجيت ديماند عند هذا المستوى، الاجريجيت سبلاي اي سنفترض بانه عند هذا المستوى اس 1. التقاطع الذي حدث بين الاجريجيت ديماند والطلب الكلي مع العرض الكلي كان عند هذه النقطه، وبالتالي انتجت هذه الكميه واي 1 ستار مقابل مستوى الاسعار بي 1 ستار. فلنفترض بان الحكومه قامت بزيادة الضرائب على المنتجين، كل وحدة إنتاج، كل سلعة أو وحدة من هذه السلع يتم إنتاجها الحكومة فرضت ضريبة عليها، أو أن أسعار المواد الخام ارتفعت، وبالتالي هنا ما يحدث بأن العارضين المنتجين الذين يزودون السوق حاجات المستهلكين، حاجات المستثمرين، حاجات الحكومة، حتى حاجات المستوردين والمصدرين، هذه الآن يستطيعوا إزاحة عبء الضريبة أو زيادة الأسعار على عاتق الذين يطلبوا، وبالتالي ما يحدث هو انتقال تام في منحنى العرض الكلي من AS1 إلى AS2. ما الذي حدث الآن؟ هذا شكل أخطر من التضخم اللي ذكرناه قبل قليل، وهو التضخم بسبب زيادة الطلب الكلي، هذا بسبب زيادة التكاليف. ف الانتقال الى الاعلى، الى يعني الى اليسار، نقطه التقاطع الجديده تقول لي انه اصبح الان الانتاج عند Y2 ستار والاسعار ارتفعت الى P2 ستار. ما الذي يعني ذلك؟ لان الانتاج انخفض من Y1 الى Y2 والاسعار ارتفعت. هذه الظاهره تسمى التضخم بسبب زياده التكاليف الكلية بمعنى آخر على مستوى الاقتصاد، أو نسميه إحنا cost push inflation. أسبابه كثيرة، لكن واحد منها زيادة الضرائب، واحدة منها زيادة أسعار المواد الخام، واحدة زيادة كلفة الإنتاج، سواء كانت هذه الكلفة مردها إلى المواد الخام المستوردة، أو ربما يعني زيادة مثلا أجور العملاء وشبه. لكن بالعادة هذا النوع من التضخم يطلق عليه الاقتصاديون بأنه تضخم مستورد، لأنه عادة المواد الخام بتكون مستوردة. الشكل الأخير من التضخم الذي سأتحدث عنه في سياق فقط الأجريجيت ديماند والأجريجيت سبلاي، أو في سياق الطلب الكلي والعرض الكلي، هو التضخم حسب تصور جون كينز عالم الاقتصاد المشهور. جون كينز تصور نموذج فيه شيء من الغرابة لكن فيه منطق، الآن دعني أوضح ذلك على شكل رسم بياني. أوكي، لنفترض الآن حسب جون كينز بأن هذا الإنتاج الحقيقي Y1، هنا مستوى الأسعار. جون كينز تصور بأن العرض الكلي او ذا اجريجيت سبلاي ياخذ شكل غريب، يتكون من جزئين. الجزء الاول هو عرض كلي تام المرونه، بيرفكتلي الاستيك اجريجيت سبلاي، ثم ياخذ هذا يعني يصل الى نقطه معينه ثم ينكسر الى الاعلى، هذا الاجريجيت سبلاي. ما قصده الان جون كينز عند هذه النقطه سماها جون كينز او اطلق عليها Y sub F، اللي هي هذه Y sub F اللي هي full employment
level of output. هلا بترجمها باللغة العربية، أو ما يسمى الإنتاج عند نقطة التوظيف التام. ما المقصود الآن بالتوظيف التام؟ المقصود به بأن كل الموارد، الموارد الاقتصادية معروفة، الأرض ما بها وما عليها، العمالة الماهرة وغير الماهرة، المدربة وغير المدربة، كل أشكال العمالة، ولدينا الآن رأس المال الحقيقي العامل، خطوط الإنتاج، جرافات، الرافعات، كل رأس المال الحقيقي العامل في الاقتصاد هذا جزء منه، والقدرات التنظيمية، هذه الموارد الاقتصادية. الآن كل هذه الموارد إن ادعينا يعني بأنه تم توظيفها في الاقتصاد وتعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة باستثناء الموارد التي اختارت أن تكون عاطلة، يعني على سبيل المثال هناك أرض غير يعني صاحبها أراد، هو اختار أن لا تستغل، وهناك عدد من العمال أرادوا اختاروا أن يكونوا عاطلين، بسموها عمالة طوعية أو يعني بطالة طوعية عفوا، وهناك رأس مال غير عامل، كذلك الأمر قدرات تنظيمية غير عاملة. لكن إذا كل الموارد الاقتصادية، العوامل الاقتصادية قبلت بالأجور والأسعار والعوائد السائدة في السوق وعملت، فربما الاقتصاد يصل إلى هذه النقطة الآن اللي هي Full Employment Output. الأجري الديماند يتفاعل مع الأجري السبلاي كما يلي، وهنا يحدث التضخم كما يلي. الآن في هذا الجزء اللي هو ما يسمى بتام المرور، الأجري السبلاي أو العرض الكلي تام المرور عند هذه النقطة، يتقاطع الأجري الديماند اللي هو الطلب الكلي مع العرض الكلي عند هذه النقطة، لنفترض أنها هاي 1، السعر بقي P1. لنفترض الآن لأي سبب من الأسباب زاد الطلب الكلي من AD1 إلى AD2، كذلك الأمر زاد الإنتاج، زاد الإنتاج من Y1 إلى Y2، أوكي، بقيت أسعار كما هي. السؤال إلى متى الآن يمكن للأجري الديماند أن يزداد أو الطلب الكلي أن يزداد دون أن يؤثر على الأسعار؟ نظرية وجهة نظر كانت بتقول إنه أقصى ما يمكن الوصول إليه هذا هو الأجري الديماند عند نقطة التوظيف الكامل، الأجريت ديماند at full employment. هنا الآن أقصى ما يمكن إنتاجه لنفترض اللي هي فعلا Y sub F هذه، والأسعار بقيت كما هي، أي إزاحة إلى اليمين الآن لنفترض انتقل إلى AD مثلا 4، هنا لا يمكن زيادة في الإنتاج عن YF، لكن الأسعار ارتفعت، وبالتالي أي إزاحة كذلك الأمر ستؤدي فقط إلى زيادة الأسعار دون زيادة في الإنتاج الحقيقي. هذا النموذج من التضخم، هو من تصور جون كينز عالم الاقتصاد الذي كتب بعد الكساد العظيم أو ما يسمى بGreat Depression 1929 حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية، لكن آراءه الاقتصادية لقيت قبولا كبيرا. هذه الأشكال الثلاثة من التضخم ذكرتها، demand pull inflation أو الطلب، التضخم بسبب زيادة الطلب الكلي، والتضخم بسبب زيادة التكاليف على مستوى الاقتصاد، والتضخم بسبب أن الإنتاج تعدى ما يسمى بالfull employment أو التوظيف الكامل. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة لكم جميعا أحبة الطلبة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.